إذن رزيع الحلقة الأسبوعية المنتظرة من رزع الجمهور، ويمكن حلقة النهاردة حلقة استثنائية بسبب عدم وجود الرفيق والزميل ورفيق الدرب والطريق الأستاذ جو لظروف طارئة خارجة دائما عن الإرادة، ولكن إن شاء الله الأسبوع اللي جاي هيكون جو متواجد ونعمل بقى الحلقات اللي انتوا دايما بتحبوها. حلقة النهاردة هيكون فيها تفاصيل كتيرة، حلقة فيها أسئلة في الكورة، حلقة فيها أسئلة برا الكورة، حلقة فيها أسئلة ثعبانية شوية كده خدتها من الجمهور. مش معنى انك تكتب لي سؤال ثعبان يا استاذ عمر يا زايد ان انا مش هجيبه، لا هجيبه واجاوبه. ولكن طالما وصلتك الحلقه دي ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتدوس على جرس التنبيهات عشان توصلك الحلقات اول باول على طول. ويلا بينا ندخل سخنين. أهلا بكم رزيعة في حلقة جديدة من رزع الجمهور في الحلقة الأسبوعية. طيب أول سؤال كده على طول سخنين، شريف محمد بيقول سؤال مهم محتاج أعرف إجابته، أنتوا لما بترقصوا في أول حلقة بترقصوا على المزيكا اللي احنا بنسمعها ولا بتشغلوا أغاني شعبي؟ طيب بص يا باشا، انا احب اقول لك شيء مهم انت يجب ان تعلمه، وهو ان دائما وابدا الاستاذ عمر زايد هو راجل البروديوسر المهم لهذا البرنامج ويمكن لمنظومه ولكتيبه ارزع ولسفينه ارزع. شفت دي يا اسطى، ها واخد بالك انت؟ ولكن دائما وابدا الاستاذ عمر زايد في جميع الحلقات المختلفه بيسمعنا نوع جديد من المزيكا، شويه شعبي، شويه حاجه للفنان محمد محيي، شويه حاجه للفنان ويجز، يعني بني ادم فنان متنوع، لأن أستاذ عمر زايد فنان كبير وفنان شامل ومتنوع، فيجب أن يكون في بعض الأغاني المختلفة. ولكن أنا من دوري أحب أتوجه بالتحية أستاذ شريف اللي سأل السؤال ده، أن ده بيدل إن دل أستاذ عمر يدل على الصحيان، إن راجل مصحصح وفاهم وعارف كويس جدا وبيسأل ما وراء الكواليس. طيب محمد عمرية بيسأل سؤال حلو جدا، بيقول بما أنك تعرف مشاكل الفرق كلها وهيك، ليش ما تروح أوروبا وتصلحها؟ بص يا محمد، هو الموضوع كله مسألة الفيزا، يعني هو بس انا عندي الباسبور لسه بيتجدد ومشاكل الطيران بقى والسفر والتحاليل والبي سي ار والكلام ده كله، ولكن انا ما بروحش اي بلد كده سهلة، يعني الموضوع بيكون ترتيبات وسفر ونفقات وبتاع. فالاستاذ مروان سري والاستاذ عمر والميزانية بتاعت ارزع ما تسمحش، لان انا اخر يوم ما هسافر هنوصل بقى ان شاء الله مدينة نصر مصر الجديدة، نشوف مثلا مشاكل نادي الزهور، مشاكل نادي السكة الحديد، نحاول نحل بقى الكلام ده كله. ولكن ان شاء الله الميزانية المرة اللي جاية هتشمل ان شاء الله السفر خارج الوطن. طيب ناخد كده كام سؤال كروي مهم. نور وائل بيقول انت شايف ان البايرن يقدر يعملها تاني لان هو الفريق الوحيد العامل يضرب الارقام القياسية ويمثيلي على سري؟ طبعا نور كل التحية وكل التقدير ليك. قصة ان البايرن يقدر يعملها تاني، اعتقد انت بتسأل وتتساءل عن دوري الابطال او تحقيق الثلاثية مرة اخرى او التفاصيل دي كلها. البايرن يقدر، ولكن احنا عندنا معلومة، او مش معلومة، هو خبر معروف للجميع، وهي اصابة كيميتش رمانة خط النص لبايرن ميونخ والمنتخب الالماني. ولكن هو لحد هذه اللحظة يمكن تفاصيل الإصابة هو الغضروف المفصلي للركبة، في كلام على غيابه لآخر السنة، في كلام على أن الإصابة هتكون طويلة شوية لأن وضع الالتحام كان قوي، وأعتقد هتبقى خسارة كبيرة جدا جدا لبايرن ميونخ في الفترة اللي جاية. ولكن الفريق الألماني عودنا دايما أنه المدرب اللي بيتولى دائما منظومة البايرن، ويمكن إدارة البايرن واللعيبة دايما مع ودنا عم مايلو على ايه، على ان هم لا يتوقفوا دائما على اي لعيب. طيب نروح لسؤال اخر. محمود شريف بيقول عايزك تتكلم على برشلونة ومشكلة الدفاع في البارسا وايه حلها. طيب بص عم محمود، يمكن قصة برشلونة قتلت بحثا واتكلمنا فيها كتير في حلقات وحلقات ومشاكل برشلونة والتفاصيل دي كلها، ولكن سهل وبسيط جدا، تسأل سؤال بسيط هجاوبك اجابة بسيطة. حل مشكلة برشلونة ان انت تجيب طاقم دفاع زي ما بتجيب طاقم كوبايات كده جديد، خلاص تظبط بيه بقى ايه، ما تضحكش على عمر ست تعبان اقسم بالله، يعني تجيب بقى طقم دفاع جديد كده خلاص بسولوفانتو أربعة قلبين دفاع كده، او ممكن يا عم علشان النفقات تجيب قلب دفاع وباك ليفت يلحقك مكان جوردي ألبا، الولد است حلو يظبط معاك الدنيا،
فانت محتاج تظبط الميكانيزم ده. انت القصه معروفه، محتاج تجيب صفقات دفاع. دي مشكله الدفاع بالنسبه لي وحلها عندك. تير شتيجن الراجل من ساعه ما رجع من الاصابه ورجع من العمليه ورجع بيأدي 100 فل و10 والراجل عامل احلى شغل ولا كانه في اجدع عصابه ولكن نمسك الخشب، يعني 100 فل و10. ولكن الموضوع سهل وبسيط جدا جدا جدا. بالكلام برضو على برشلونه وقصه برشلونه، عندنا اصابه فاتي، ويمكن اصابه فاتي اصابه سخيفه، يقعد من حوالي من 3 شهور لاربع شهور، اصابه في غضروف الركبه وعمل العمليه الحمد لله وكل شيء. ولكن انت بتفقد يمكن من افضل اللعيبه اللي موجوده في سكواد كومان وسكواد برشلونه في الفتره اللي جايه، خاصه عندك ماتشات مهمه في الشامبيونز ليج والدوري الاسباني والتفاصيل دي كلها. ويمكن كان نفسه فاتي عنده ماتشات مع منتخب اسبانيا ولكن تم استبعاده. ولكن خساره فاتي هي خساره مؤلمه جدا، ويمكن زي ما بيقولوا كده خبطتين في الراس توجع بالنسبه لي. عندك اصابه فاتي مع برشلونه وعندك اصابه كيميتش مع البايرن، من افضل اللعيبه اللي يشيلوا الفرقتين، ولكن نتمنى الافضل. ويمكن ده خلى انه اداره برشلونه ابتدت بقى تتكلم. اداره برشلونه قالت انه احنا خسرنا لاعب مهم بسبب الاصابه، ممكن يوصل من 3 شهور لاربع شهور، يجب ان يكون هناك بديل. ويمكن ده اللي خلى الكلام بقى ابتدى يتنطور دلوقتي بفكرة انه يجب اتمام صفقة ممفيس ديباي لاعب اولمبيك ليون الفرنسي في يناير اللي جاي. هتحاول الادارة ان هي تعمل تقدم المبلغ المالي للصفقة قليل، هتقلل في النفقات ولكن هتحط متغيرات وهتحط تدي له بونص لو جاب اجوان والتفاصيل دي كلها. هتحاول تغري كمان نادي ليون الفرنسي فكرة انه يبقى ليهم نسبة من بيع اللاعب مستقبلا لو خرج برا برشلونة. ولكن احنا عارفين قصة ديباي انه كان مفترض انه هو يجي الصيف اللي فات لان دي كانت رغبة كومان ان اللاعب يكون موجود، ولكن التفاصيل الفترة اللي جاية هنشوف هتوصل على ايه. ولكن يجب ان يكون هناك لاعب مهاجم، خاصة في ظل الحالة المزرية اللي بيقدمها انطوان جريزمان وحالة الرعونة اللي في الاداء اللي هو بيقدمه. تفهمش بقى ده راجل تعبان نفسيا، مش متزبط، فقد الثقة في نفسه، كل التفاصيل دي كلها. ولكن يجب ان يكون هناك لاعب يحل محل انطوان جريزمان وانسو فاتي اللي هيغيب فترة مش قليلة. محمد سليم بيقول توقعك لموسم زياش مع تشيلسي، وهل تشيلسي يقدروا ينافسوا على البريمير ليج ويوصلوا لنص نهائي التشامبيونز ليج ولا لا؟ وتحياتي ليك من المغرب. تحياتي ليك يا محمد ولكل اهلنا في المغرب ولكل اهلنا في كل الدول العربيه اللي بيتفرجوا دايما ويتابعوا ارزع في كل مكان. توقعي الموسم زياش مع تشيلسي، الراجل اخر ماتشات لعبها قدم اداء اكتر من رائع، اسيستات وجوان، عارف يظبط ميكانيزم الفرقه، عارف يظبط نص الملعب، بيحرك الفرقه مظبوط. زياش من ساعه ما كان في اياكس امستردام وهو لاعب لا غنى عنه، رمانة ميزان حقيقية، يعرف يظبط الخطوط كلها ببعض، يعرف يحرك الملعب. ووجود زياش انا اعتقد مهم جدا جدا، واتوقع له ان هو سيكون موسم استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. هل تشيلسي يقدروا ينافسوا على البريمير ليج؟ لو ابتدت العجلة تدور وابتدت الصفقات تشم نفسها وابتدت الصفقات تبتدي تتناغم كده مع بعضيها زي ما شفنا في اخر 3 4 ماتشات، اعتقد ان ممكن يبقى ليهم شأن. ممكن ما ياخدوش الدوري ولكن اعتقد ممكن يفنشوا في التوب 4، ودي اعتقد تبقى بداية، يعني نقول نسبيا ان هي بداية كويسة لما هو قادم في المواسم المقبلة. احمد كمال بيسأل سؤال مهم جدا، مين افضل لاعب عربي حاليا؟ استاذ عمر زاد بعد اذنك، مين افضل لاعب من وجهة نظرك؟ انا هخيرك ما بين اتنين، كابتن سامح العيدروس ولا كابتن رجب بامبس. وده اعتقد انه ده سؤال صعب جدا. الكابتن رجب عارف يهرب من السؤال لانه السؤال صعب، ولكن دائما افضل لاعب عربي هو الكابتن سامح العيدروس، معروف. الله طالما ما في حد ياخد افضل لاعب عربي طول ما ابو صلاح عايش. هارون اجون بيقول ما سبب عدم استدعاء رياض محرز لمباراه ليفربول، وهل هو قرار فني ام هناك اسباب اخرى؟ لانه اتوقع لو كان القرار فني ما كانش استبعد من القائمه، كان ممكن يبدا من الدكه. ايه رايك يا جميل المحيا يا عالمي؟ طبعا كل التحيه ليك يا زهرون وللصحبه الكريمه. طيب قصه رياض محرز، قصه رياض محرز هي عليها علامات استفهام، لانه بعض التقارير في انجلترا بتتكلم على انه اللاعب لا مصاب ولا عنده اي مشكلة فنية، ولكن هو قرار من بيب جوارديولا المدير الفني.
صورة بيب مش موجودة يا استاذ عمر، يا ريت الفترة اللي جاية تتحط. أحلى مسا عليك يابا. هنا بقى الإنتاج السخي لما يجي يدلو بدلوه. طيب، هي الفكرة في انه استبعاد رياض محرز، انا من وجهة نظري هي اتباع لسياسة المداورة اللي بيتبعها بيب جوارديولا. وفي اسباب تانية بيتقال انه في نزاع ما بين اللاعب والمدرب قد يكون حصل في اوضة الملابس لا يعلم عنه حد شيء خالص، محدش يعرف عنه تفاصيله، او ان اللاعب اصبح خارج حسابات المدرب. وفي كلا الحالتين دي مشكلة، لان انت عندك لاعب بقيمة اللاعب الجزائري الكبير رياض محرز بيتعرض للطريقة دي كلها، خلت الناس تبتدي تتساءل هل جوارديولا بيتعامل مع بعض اللعيبة بطريقة عنصرية؟ هل جوارديولا عنده مشاكل مع بعض اللعيبة زي ما كان في بدايته مع برشلونة؟ كان عنده مشكلة مع إيتو، كان عنده مشكلة مع يايا توري، كان عنده مشكلة مع رونالدينيو، كان سبب في مشيان اللعيبة دي من برشلونة زي ما تقال بعد كده في التقارير. هل هي سياسة لانتباع نفس النهج؟ هل ممكن في الآخر نشوف أن رياض محرز خارج أروقة السيتي ويمشي بسبب سياسة جوارديولا؟ كلها تفاصيل لسه مش واضحة ومش مفهومة، ولكن اللي مفهوم هو أن رياض محرز لاعب لا غنى عنه، ولكن نتمنى أن كل التفاصيل اللي بتحصل مع رياض محرز من استبعاده من القائمة لعدم وجوده أساساً على الدكة لعدم لعبه للمباريات ما يأثرش عليه، لأنه لاعب قيمة كبيرة جداً ويجب ألا يفقد الثقة بنفسه. أنس النمقي بيقول عايزين كول اوف ديوتي. هنا بقى الإجابة مش هتكون مني أنا، هتكون من ربان هذه السفينة. السلام عليكم. جاوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز إيه؟ كول اوف ديوتي أمسى. لا ما عندناش دلوقتي، مش موجودة جوه. بص يا جماعة، الراجل ده متأخر في كول اوف ديوتي، ومتأخر في بلو كلوب خلاص، ومتأخر في حاجات كتير. أنا بقول لكم قدامه أهو، لبسوه. مفاجآت جامدة قوي 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 في العب قريبا. إجابة الشافية وافية وليست هناك تفاصيل أخرى. عصام مندور بيقول يا كابتن عمر أنتوا هترجعوا رزع ولا حقيقة إمتى؟ وفي رأيك من أبطال الدوريات الكبرى؟ ده يعني فكرة رأيي في أبطال الدوريات الكبرى دي هتكون حلقة منفصلة، يكون فيها أنا وجو مروان نعمل ما بيننا تحدي. ولكن إمتى يرجع رزع ولا حقيقة؟ زي ما مروان قالك في الكام ثانيه اللي فاتوا، استنى كل جديد، الدنيا راجع قريب، كله راجع، خليك دايما متابع. شوف الوزن والقافيه. ايه يا ابني ده حسن شكوش؟ ايه يا ابني ده بقى؟ استاذ مروان كاليثيوتس، اتمنى اكون قرات يعني قريت الاسم صح، بيسال سؤال بعيد عن الكوره وبيقول لي ايه رايك في مسلسل ما وراء الطبيعه؟ قانون عمر خالد رقم 9، عود البطل ملفوف وانا لسه ياما هشوف. ولو عقلك لعبك يلعب معاه عادي، مفيش مشكله يعني، مفيش حاجه، بس ما يلعبش مع ليها الزمر يعني، ما هو يلعب عادي. ما رزق الله ينور عليك، احنا مش صغيرين. لا يعني حقيقي طبعا لا كلام عن الافلام في وجود استاذ احمد كمال، يعني راجل من هذا المنبر احب اتوجه له بكل التحيه والتقدير والاعزاز، عمل شغل عالي جدا على مسلسل ما وراء الطبيعه، سواء التحضيرات اللي قبليها، الكلام مع صناع العمل، او الحلقه اللي عملها مع مروان. ولكن كلامي عن المسلسل أنا لسه الحمد لله في الحلقة الثالثة، فمش هقدر أقول لك رأيي في المسلسل كامل متكامل، ولكن لحد هذه اللحظة هي تعتبر طفرة في عالم المسلسلات العربية، خاصة لما تكون على منصة عالمية زي منصة نتفليكس، وأتمنى أن احنا نشوف نماذج مشابهة جدا في هذا الصدد. طيب آخر سؤالين في الحلقة عشان ما نطولش عليكم أكتر من كده. أحمد إبراهيم بيقول هل من الممكن أتلتيكو مدريد تفاجئنا بحاجة السنة دي؟ أتلتيكو مدريد بتقدم يعني وجبة كروية لطيفة جدا في الدوري الإسباني، محتلين المركز الثالث برصيد 17 نقطة، فرق 3 نقاط بس عن المتصدر. ولكن لويس سواريز يعني للأسف عامل يعني حالة وبيقدم أداء كويس جدا، كنت أتمنى أنه يعني سواريز طبعا يكمل مع برشلونة وتستمر المنظومة، ولكن أتلتيكو مدريد من الممكن يعمل حاجة السنة دي طبعا في ظل تذبذب مستوى برشلونة وريال مدريد، خاصة مع خسارة ريال مدريد 4 وعدم ثبات المستوى بالنسبة لبرشلونة. ولكن أعتقد الدوريات الكبرى كلها الموسم ده ممكن شوية بخلاف الدوري الألماني، أعتقد ممكن يكون فيها مفاجآت، أو أن الصراع هيكون محتدم جدا 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 لآخر جولات في عمر المسابقة. السؤال الأخير من محمود عماد بيقول يا جدعان أنا نفسي أنضم الإرزع وبقالي كتير بحاول ومش عارف ينفع ولا إيه، حد يساعدني ووصل لمروان أو عمر،
او اي حد الرساله دي من فضلكم. بص عم محمود، طبعا شرف لينا لاي حد ينضم للتيم والفريق، ولكن زي ما قال قبل كده مروان وزي ما قلنا في حلقات سابقه كتير، تابعنا اول باول، لو في اي فرصه هتكون معلنه بشكل واضح وصريح ورسمي على جميع منصاتنا سواء يوتيوب انستغرام في تاني استاذ عمر الحقنا الله يبارك لك بالمنصات فيسبوك المنصة الرئيسية تويتر يعني تابع كل اكاونتاتنا، تابع اكاونتات مروان، تابع اكاونتات ارزع، تابع اكاونتاتي على السوشيال ميديا هتلاقيها موجودة تحت في الديسكريبشن، افضل تابعنا هتعرف كل جديد ان شاء الله في وقته. طيب بما ان احنا وصلنا لنهاية هذه الحلقة، يعني كل التحية وكل التقدير لجميع الجماهير العاشقة الحالمة اللي بتتابع ارزع في كل مكان وبتتابع رزع الجمهور على وجه الخصوص، يجب ان انا اتوجه لكم بكل التحية وكل التقدير، وان انتم بتقطعوا ولو وقت بسيط جدا جدا عشان تتفرجوا على المحتوى اللي احنا بنقدمه. طبعا كل التحية للأستاذ عمر زايد اللي النهاردة طلعني بمايكين ولا اجدعها وائل الابراشي، صرف حاجة مكلفة واداني بسكوت، يعني شغل عائل الفاخر، شغل رايق يسبب حرايق. ويمكن ده برضو تحية طايرة حيرة لأصدقائي وزملائي زملاء الألتيميت تيم، أستاذ محمد البريكي، أستاذ عمر ريان، أستاذ محمد عزيزي، أستاذ مهند، طبعا مهند عارف نفسه انا ممكن اقول عليه بس مش قدام الكاميرات، فندحك، وجميع الفرقه العاشقه الحالمه صاصه، شيخ مصطفى، جميع الفرقه اللي بتقدم معزوفه، انتظرونا قريبا في عالم الالتيميت تيم او البرو كلب او كره السله او اي حاجه، يعني انتوا هتشوفونا ان شاء الله. اذا ختام هذه الحلقه من رزع الجمهور، الحلقه الاسبوعيه المنتظره، اذا هي تحيات عمر زيد من خلف الكواليس، وتحيات احمد يوسف جو الغائب الحاضر دائما وابدا، وتحياتي لعبد الله مسك الحديد حديثنا عمر خالد، دمتم في رعاية الله وأمنه، وكفاية رزع قوي لحد كده. يا جميل المحيا، بقالي كتير وما قلتهاش. لك ايه الفنان حسن شاكوش؟ قال لك سلكا بين سوق الدنيا نانا. صدقني بقالي كتير وما قلتهاش. تقفلش على الكاميرا وانا بتكلم. حاجة جميلة، حاجة حلوة.